الأمور كل جاهزة على مستوى القاعات، على مستوى النزول، على مستوى اللجان المشرفة، هذا اللي يهمنا بالطبيعة. آخر حاجة تعملت هو البيسات اللي تحط في حمامات، دونك القاعات الكل حاضرة، الوفود فما وفود بدأت تجي، فما وفود معناها المراقبين تاع الاتحاد الإفريقي بدأوا يجيو اليوم، الأوبيراسيون بلانش معناها الناس كل حاضرين، تعدات على أحسن ما يرام. كيف كيف سالة الحمامات تشوفوهم بعد في التلفزة، ما تقول عليها سالة معناها ما عادش في تونس، تقول عليها سالة في أوروبا. يوم الافتتاح باش يكون حفل مزيان ياسر، باش نعملوا باش يكون متنوع، فيه حاجة سبيسيال اون بال. فماش حاجة تركيز على حاجة الحفل تركزتوش على حاجة؟ ركزنا على ياسر حوايج، فما بيان سور فما الزيارة باش تكون موجودة، فما اللي أول مرة باش تجي في تونس الألعاب البهلوانية، لكن سبيساليتي هاندبال، هذوما فريق جبناه من البرا، فما المابينغ معناها اللي جو دو لوميير اللي باش يصير، باش تكون الدعوة للسيد رئيس الحكومة والسيد الوزير. على مستوى الافريقي اكيد رئيس الاتحاد الافريقي، فماش رئيس الاتحاد الدولي، هل انه فما نية انه يكون حاضر ولا لا؟ في الافتتاح باش يجي نائب رئيس الاتحاد الدولي اللي هو جويل ديل بلانك، وفي نفس الوقت هو رئيس الجامعة الفرنسية لكرة اليد، و هو اللي باش يكون حاضر وباش يشرف معناها على حفل الافتتاح. فيما يخص رئيس الاتحاد الافريقي ان شاء الله معناها في وسط الدوره يكون موجود، فما تذاكر مجانيه، فما باش النقاط اللي وين الناس تاخذ تذاكر زاده موجودين، باش يخرج معناها بيانتو الاعلانات هذوما معناها من الغدوه يكونوا موجودين. فما تقريب عندنا 8000 في كل مقابله، 8000 معناها تذكره ما بين الانفيتاسيون والتذكره، باش يكونوا موجودين معناها في كل مقابلات الفريق التونسي. الماسكوت هذه هي، شوف وقت لجنه التنظيم قعدنا ندرسوا كيفاش باش نعملوها الماسكوت، صاروا ياسر بروبوزيسيون، في الاخر الاقتراح الاخير هو نعملوا حاجه تيبيكمون معناها تونسيه، الشاشية التونسية لازمها تظهر، دنجري زبادري الغزالة سماو حتى دالي محمد علي. دونك فوالا، هذه هي الماسكوت اللي ان شاء الله باش تكون موجودة عندنا، وفيها طلب ياسر معناها ديجا الماسكوت خرجت. باش تكون بطولة إفريقية نجم نقول لك اللي نصف النهائي والنهائي باش يكونوا مبارتين معناها من أعلى مستوى في على مستوى كرة اليد الدولية، مش على المستوى الإفريقي. ما عادش توا بحضور الفريق التونسي والفريق المصري في بطولات العالم تقريبا بصفه مستمره، الطموحات نتاعنا على المستوى الدولي خلات اللي الفريقين هذوما، وخاصه الكونكورنس اللي بيناتنا، خلات الفريقين هذوما بعدوا على المستوى الافريقي، وتقريبا احنا توا في نجم نقولوا في المستوى الاول ولا الثاني على المستوى الدولي، وهذا بطبيعه الحال يخلينا حاسين بالمسؤوليه هذه، واخذين كل حذرنا في تحضيرات مباريات. ولابد انه البطوله هذه ما نحرقوش لي زيتاب، فما اون بروميير فاز يسمها اون جيستيون، فما اون دوزيام فاز يسمها اون جيستيون، ومن بعد نتعداو باش نتعداو النصف النهائي والنهائي. المهم نتعداو بفريق كامل، فريق ماهوش مرهق، وفريق حاضر على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني.